حسني. اي اف ام احلى راديو. المدام وجيهة مع وجيهة الجندوبي. بيكم من جديد ومرحبا بلي توا حل الراديو باش يسمعنا. خليكم معدلين موجودكم على راديو اي اف ام، خاطر هوني تلقاو الضحكه والموزيكا والمخشي والاخبار الباهيه والدنيا الكل. نذكركم بالسونداج اللي سالناكم فيه، شكون يستحفظ باللي سوفينير نتاعو اكثر، المراه والا الراجل؟ شكون يستحفظ باللي سوفينير نتاعو اكثر، المراه ولا الراجل؟ خاصه كيف يمشي معناها خطوه اخرى في حياته القدام، معناها كيف يعرس، اسكو لي سوفينير هذوك يستحفظ بهم والا ما يستحفظش بهم؟ اش قالت لي لي؟ اسمعني ساعه وضح السؤال شويه حتى المستمعين، شنو معناها كيف يعرس؟ معناها كيف انت عندك حياتك، حاجاتك، دي سوفينير نتاع الادوليسونس نتاعك، نتاع دنيتك، نتاع العزوبيه، ومن بعد مشيت عرست، اسكو لي سوفينير هذوكا ما نعرفش انا، جوابات، دي كادو، حاجات تستحفظ بهم والا تخليهم مع الماضي؟ شنو عملها توجه هذا يعني؟ ما عندك ما تعمل، ما عندك ما تعمل، جاوبني فقط. من ليه كيفيه الفوتو غني لاباج، معناها اون فوا بوغ توت، مش اون بارتي، مش اون بارتي دو توا، معناها ما عادش بيه، ما هو حتى منك قال المصري. ليه ليه مش على روحه، ما صارش نصيب تقعد سوفونير في مخك، في نفسيتك، تجربه حلوه عشتها، باساج في حياتك مزيان، بوتيتر خطواتي حاجات تفكرك هكا في حاجات مزيانه، اما باش نحافظ على حاجه مع عبد كان، مع عبد موجود، خيانه عظمى. نخليكم مع ليلي في البرج والطالع، انا ماشي على روحي يا زي قد لي خيانه عظمى. اي اف ام استرو ليلي، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام مستمعينا راديو اي اف ام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. محليه الجو مع وجهها حسين وحاجه سمباتيك على الاخر، ضحكه على صباح من القلب، حاجه يسر حلوه. يفضلك يفضلك انت اللي ضحكتك عسل، ان شاء الله النهار كله يتعدى هكا مزيان وعسل ان شاء الله يا ربي. نحب نقول للمستمعين راديو اي اف ام سورتو متابعين استرو ليلي، بطلب من المستمعين، احنا ديما نرضيو العباد ونسمعوا كلامهم، الوقت من 9:30 الليل بالنسبه لهم نهار لحد مخر شويه، دونك رجعنا خذينا لهم خاطرهم ورجعنا نتعدى معكم ان شاء الله من 8 لل 11 فوالا، معناها استرو ليلي ديمونش سواغ ان شاء الله من 8 لل 11 مش من 9:30 الليل. اهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل، اللي يحب يسال سؤال، اللي يحب اي حاجه، احنا موجودين على ذمتكم بالطبيعه، تعرفوا المشاركه على 31380 على احلى راديو، راديو اي اف ام. ديما نقولوا ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للناس كل، المستمعين نتاعنا الكل وين ما كانوا. نبداو بالحمل، نقولوا له محلاها الجمعه تعدات معك يا حمل، حتى كان ما صارش فيها حاجه كبيره برشا ايجابيه، ما تعدات مزيانه، ما فيهاش ضغوطات، ما فيهاش توتر، ما فيهاش اندفاع، ما فيهاش او كونتخير، فيها وعود حلوه. ان شاء الله تكمل الويكاند كي زاد ويكاند رومانسي، تاخذ فيه شحنه حلوه باش نجم نكملوا بها ان شاء الله المشوار. دونك خذ روحك يا حمل، ويكاند هذا ويكاند مزيان خاصه رومانسي، كل سؤال للمراه والا الراجل، نخرج شويه من الضغوطات ونعيش شويه حلاوه الدنيا والدنيا كيف ما هي. الثور اللي هو الحق ضغوطات كبيره برشا في الجانب المادي والعملي، ما تبارك الله عليهم عندهم الطاقه والمجهود، وكان تواصلوا بالطريقه ذي، سورتو كان تعمل بوز ويكاند ذي وتتفرج شويه، تخرج من ستريس وتخرج من الحلقه المستديره وتاخذ شحنه مزيانه وتعدي، معناها ويكاند حلو بيان اونتوغي، كسوا مع عائلتك، مع البارتنير نتاعك، مع اللي انت تحبرك، باش تاخذ طاقة حلوة خاصة للأيامات اللي جاية اللي هي أيامات إيجابية من نواحي الكل. هنيئا الأنثى الثور، حذر روحك، رجوع بعد قلق وإلا توضيح علاقة وإلا ديكلاراسيون دامور. الجوزاء اللي هما من الأبراج الهوائية، من الأبراج المستقرة حاليا خارقة للعادة، لو كان يكملوا بالخطوة الثابتة بالثقة في النفس والرضا عن النفس وأخذ القرارات وحسم الأوضاع والتقدم الملحوظ، تنجموا توصلوا تحققوا اللي تحبوا عليه. خاصة النجم نقول جزء كبير من الجوزاء الفترة ذي فترة الزرع وجاية فترة الحصاد إن شاء الله، يعني أي تعب، أي مجهود، أي إفاق عملته بإذن الله باش تلقى الإيجابيات نتاعه في الأيامات اللي جاية إن شاء الله. استقرار استقرار كلي من نواحي الكل، حاجة يصير حلوة، ويكاند سبيسيال بالنسبة للجوزاء، مرأة وإلا رجل، خاصة اللي عاشوا ضغوطات وإلا اللي عايشين قلق عاطفي، إن شاء الله توضيح الأمور وحاجة يسر مزيان.
مزيانه نجم نقولوا كادو دو ديو سور لا روت بالنسبه للجوزاء. سرطان واخيرا انطلقوا رجعه الثقه في نفس رجعتك الحاجة الحلوه غفله مزيان من مجموعه كواكب ايجابيات خارقه للعاده اخذ قرارات نجاحات ممتازه اي سورتو اللي يستنى في كلمه اوكي ولا اكور ولا سيناتور ولا اي حاجه اوفيسيل ان شاء الله ويكاند ذات عادي ويكاند فريمون فرحان على الاخر وعندك برشا حاجات اون ما اللي تحس بالحق ليمات اللي تعداو ما كانوش ضايعين او كونترير القلق اللي عشتو كان زايد حكايه فارغه اللي جاي احلى واحلى انثى السرطان حضر روحك للسوربريز اي سورتو اللي يستناو الاسد نقول له انطلق بطريقتك يا اسد وخليك سيد يا سيد انت في ايام حلوه حتى كان حسيت نوعا ما من الضغوطات والا القلق والا عادي جدا ما فما حتى شيء يجي بالسهل دونك تتعب تلقاه ان شاء الله ولهذا حضر روحك للي ايامات اللي هنتي فيها مش اللي جايه اللي فيها برشا ايجابيات اي سورتو انثى الاسد اللي هي اللبه عروض خارقه العاده عمليا ماديا عاطفيا اخذ قرار حسم وضع ديسكور مزيان نخرجوا منه بنتيجه حلوه برشا سواء مع العائله والا في الخدمه والا مع البارتنير نتاعك. العذراء إذا كان لقينا الثور متفائل هكا وماخذ الأمور بجدية مالغري التعب ولا ستريس ولا الضغط ولا اللي هو وإلا هكا الوضع المادي هكا مقلق شوية نلقاو العذراء بخاسك كيف كيف معناها فما ضغوطات عادية فما تأخير عادي فما حاجة عادية المهم الإيجابيات إيجابيات ممتازة لو كان أنت تحافظ على جانب التفائل وتاخذ الأمور بجدية أكثر من غير كومبليكاسيون يا عذراء نو كومبليك با لي شوز خلي الامور تمشي بطبيعتها واللي جاي احلى ان شاء الله، ان شاء الله ويكاند هذا ويكاند مزيان ويكاند سبيسيال تعيشوه لروحكم يا عذراء خاصة انثى العذراء خليك متفاهمة وخلي عندك الحوار من غير اك التسرع والاندفاع فما جزء احنا قلنا من الاكستريم لاكستريم ما يتكلموا على طول يا ما ساكتين على طول ماذا بينا شوية توازن من عمنا خلي الامور تمشي. الميزان الميزان اللي ليمات هذه الكل هنقول عليه من الابراج المحظوظة من الابراج المزيانة اللي هما من الابراج الهوائية اللي اثر عليهم الطقس طريقه مزيانه على الاخر معناها اي سلبيات يحسوها بقيه الابراج يحسوها ايجابيات برج الميزان فما جزء من الميزان يحسوا بالتسرع واخذ قرار ماذا بيك ما تتسرعش وتاخذ الامور واحده واحده وديما نقولوا اللي جاي احلى ما تنساش اللي انت عندك غفله مزيان من الكوكب نتاعك اللي هو الجمال والحب دونك عندك الجمال وعندك الحب كانت هذه حذر روحك يا ميزان عندك سوبريز عندك حاجه يسر حلوه سورتو من البارتنير نتاعك نقصد مراه والا رجل دونك اي بيان سور فما نوفيل مزيانه فما حاجة يسرح حلوة اللي باش تعطي طاقة إيجابية لبرج الميزان ويحسوا بالاستقرار ويحسوا براحة البال وبك الحاجات المزيانة الكل. نعرفوا اللي هما هكا مندفعين شوية خاصة أنثى الميزان عند السنسيبل حساسة طريب على الأقل حاجة هكا تكبرها وتهولها وتجيبها عليها وتقعد دونك ماذا بينك تهويل وكتكبير وناخذوا الأمور كما هي بالضبط والحاجة اللي تقلقك أرميها وراك وقدم واصل. العقرب العقرب اللي هي من اكثر الابراج حظ بصدقا اي عقرب يسمع فيا مراوة الا راجل انتوما في احلى الايامات خاصه انك العقرب اللي يحس رواحهم في الانتغيق اجيتي شويه في اخذ القرارات والا حس موضع ولا ما عادش يساعدهم التكرار والروتين وكل حكايه هذيك الكل نقولها قدم وواصل ورد بالك تمس ثقتك في نفسك وكون انانيه شويه وحاول تقدم بطريقتك واستغل الظروف هذيا اللي برشا حاجات قاعده تمشي لصالحك وما نحكيوش على المسانده الكوكبيه اللي عندك اللي هي خارقة للعادة دونك عندك ماديا أمور باش تتيسر على الأخر تسقطوا الفترة هذه عمليا عروض ممتازة كان جاك عرض حلو بوكوا با حتى باغاليل مع خدمتك والحب ما نحكيوش حب فيه تعويض تعويض سنين اتعدات حاجة يسر مزيانة وحاجة يسر حلوة وتحس معناها بمعنى الحب المصداقية وبالحضور وبالحاجات المزيانة اللي تطلبهم العقرب في العموم. ويكاند هذا ويكاند خارق للعادة حضر روحك انفيتاسيون سيربريز كادو ديكلاسيون دامور حاجه مزيانه المهم فما خطوه مزيانه برشا اللي باش بالحق تبدل الروتين والتكرار في برج العقرب. رجل العقرب ابعد على التوتر خاصه والاندفاع في الجانب العملي رد بالك انتبه قدر المستطاع. القوس القوس اللي هو من الابراج الناريه اللي نقولوا عليهم ديما قياديين وعقلانيين يعرفوا اش يعملوا يعرفوا اش يحبوا اذا كان حسيت نوعا ما بالضغوطات والا القلق ديما اعمل احساب تاثير الكواكب وتاثير الطبيعه باش نجم تجاري بقيه الاوضاع ورد بالك والتراجع ورد بالك والتردد يا قوس حاول تقدم طريقتك انت كما تشوف انت الامور انا عارف برج القوس برج عقلاني وديما نقول يعملوا فاصل ما بين العقل والعاطفه ولهذا هذاك علاش عندكم نجاحات ممتازه ما نحكيوش
عاد يخدموا احرار، عندكم عروض خارقه للعاده، ديسيناتور، توسع علاقات، خطوات ايجابيه، اخذ قرارات وتنقيل من وضع الوضع. فتره صدقا مزينه مهما كانت معناها التعب اللي فيها والا الضغط اللي فيها والا اللي فوق اللي باش تعملوه باش نجموا توصلوا للي انتم تحبوا توصلوا له. دونك مجهودك ما هوش في ضيعه، يا قوس مراوة الا راجل انثى، القوس هكا قريبه شويه الانثى العذراء، خلي عندك الحوار، ما تشوفش الحاجه تقعد تغلي من داخل وتكبر على روحك الحكايه وبعد تكتشف اللي هي حكايه فارغه. دونك ماذا بيك تحاول وتوضح الامور، اي سورتو تختار وقت الحوار، مش الوقت الكل نجموا نحاوروا فيهم، ساعات نجيو نتكلموا نزيدوا نبلبزوا الدنيا على رواحنا. الجدي، الجدي اللي هو من الابراج الترابيه، لو كان ينتبه شويه الجدي للتفاصيل الصغيره ينجم يستمد منها حاجات كبيره برشا. دونك انتبه يا جدي سقطوا الى هكا معناها الايجابيات كانت متراكمه وحاجه يصير كبيره ومزينه، ما تتبهرش وما تضيعش الكليب، ما تضيعش التوازن، حافظ على جانب التوازن وواصل من غير تردد. انت في احلى الايامات خاصه ماديا وعمليا وحسم اوضاع والايجابيات الممتازه اللي انت فيها استغلها قد ما تنجم تستغلها. أنثى الجدي استقرار كلي في الجانب العملي والمادي، دونك اللي يستنى في حاجة عمليا أو ماديا إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وقريب قريب، وعاطفيا استقرار كلي سورتو اللي عايشين فراغ، نقولها باش يجي مزروب ما عندوش وقت يضيعه. المهم أنت انتبه ما تخليش الفرصة المزينة تتعدى مرور الكرام، ونحي صحة الراس ونحي العناد وعيش اللحظة، عيش التجربة، خذ فكرة مزينة باش نجم توصل بها. الدلو اللي البارح رجعوا خذوا التوازن نتاعهم، اليوم عندهم انطلاقه غير عاديه، نجم اليوم نهار سبيسيال بالنسبه لبرج الدلو في العموم، خدمه، فلوس، صحه، ورقه، دوسي قضائي، حاجه بلوكي كيلكو باغ في مؤسسه من المؤسسات، ورقه تهم الحياه معناها اليوميه العاديه، اليوم نهار مزيان ونهار سبيسيال بالنسبه لبرج الدلو، لو كان تقعد متفهم وما تاجلش عمل اليوم الى الغد وتاخذ الامور بجدية أكثر وتحاول تشوف الأوضاع من الزوايا الكل، راك توصل تعمل خطوة بالزينة وخطوة إيجابية وتحقق روحك اللي أنت تحب عليه. جزء من دلو ابعدوا شوية على السخاس وعلى التوتر، سورتو التشائم، إياك والتشائم يا دلو، أنتم أبرج هوائية بطبيعتكم متقلبين وتزيد تتشائموا تحربوا الدنيا، ماذا بينا ليه؟ نحاولوا نحافظوا على التفاؤل والثقة في النفس. أنثى الدلو استقرار كلي من نواحي الكل الكل الكل، سورتو اللي تستنى في خدمة وإلى ترسيم وإلى كونترا وإلى حاجة هكا تخص الأمور العملية والمادية، إن شاء الله بالتوفيق للدلو الكل. كيف العادة نكملوا بالحوت اللي من البارح قلت له انطلق سيئك الفترة ذيك متاع تخوا سومان اللي كان فيها جزر ومد وأخذ ورد وحاجات هكا قاعدة تمشي في سانس كونتخيغ بالنسبة ليك أنت، سيئ توا الأمور باش توضح باش تولي الرؤية واضحة على الآخر، لازم نقولوا السحابة تعديت من الشمس، الشمس باش تزرق في حياة الحوت، ولهذا استغل الفترة ذي عندك أي قضية أي موضوع ما تترددش، حاول تكون متواجد، حاول تكون متوازن، حاول تكون متفائل، استعمل جانب الذكاء اللي فيك، استعمل الدبلوماسية الحلوة اللي توصلك للي أنت تحب توصله، وخذ الأمور بالثقة أكثر من اللي أنت تصور، سورتو الثقة في ربي. وأنثى الحوت اللي عندي ما نقول عليها الأيامات الأخرى بالحق من الأبراج المحظوظة خاصة عمليا باش تحس بالتألق ولا نجاحات ولا عرض ولا مخشي، فما حاجة ياسر مزيانة. ماديا كيف كيف زاد التوسعات خارقة العادة، وعاطفيا حب كبير والا حاجه جديده تدق على بابك يحوت فيها تعويض على الايامات والا الشهور اللي اتعدت. ديما في الاول وفي الاخر نقولوا تفاؤلوا خيرا تجدوها، ان شاء الله نهايه اسبوع موافقه، نخليكم مع المدامه. اي اف ام استرو ليلي ستوديو تراب على إي إف إم أحلى راديو. باش تصبح فيق للدنيا ومصحصحة على بكري دوب ما تقوم النوم، لازمك تبدا صباحك بقهوة برافا شيكوغي كل يوم. برافا شيكوغي قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان للعائلة الكل، فيها 20% قهوة و80% شيكوغي وفوائد صحية كثيرة، ومن ريحتها نجم تعشق بنتها. برافا بنة القهوة ومنفعة الشيكوغي. هو اللي حكيتك معاه ما توفاش ونهارك معاه ما يتنساش، من دنيا لدنيا يسافر بيك وبالوقت يزيد يحليك ويخلي الناس الكل تحكي عليك.
Venator, le nouveau parfum by Exist. Découvrez aussi la nouvelle collection hiver dans nos 42 magasins et sur exist.com.tl. Exist, you can't resist. في Monoprix, أحسن خبر 2500 برومو كل شهر. خبر اليوم حتى 15 نوفمبر لسيف ليكيد ماشين ليلا 3 لترات ب 13 دينار و490 في عوض 26 دينار و580. مونوبري ديما معك. يفهم أحلى ضحكة. كان التليفون بقيت عمر مكتر بو تخافش بقيت أحسبي قايتك رين دو رين دو؟ معناها فما رين عيني مامي رامي رين أسمع مامي رامي رين مبدأش متورة وا تقوليش أنت ما تشوف إيه مش ما تشوف رين رين دو محمد سانك منزا سيس عادي انتم تسمعوا في المدام وجهة مع وجهة الجندوبي على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو 10:22 دقيقة. ما زلتوا مع المدام وجهة، ما زلتوا مع الضحك مع تفليك مع الدبارة مع المرشي. توا وقت البوامارشي سهسوها. بونجور. صباح النور. صباح الخير. حوالكم شنو حوالك انت؟ سافا؟ والله الحمد لله راني لاباس في فورمه. الحمد لله. اي يا باش الله ديما في فورمه. انت وين توا؟ انا في مرشي حي التحرير. اي كيما قاعدين تشوفوا ما فهميش برشا عبيت. اي مازال الدنيا شنو بكري مش بكري نورمال؟ لا عشرة وخمسة نورمال، الناس كل قامت ما فهميش برشا حركة. شفنا اللي برا من المرشي فما برشا عبيد تقضي كل اكثر من الداخل. معناها فما نصب البرانية نصب ولا كمين ولا شنو؟ خاطر ولينا نشوفوا برشا. لا نصب نورمال ودوب ما تخرج من الباب الخلفي معناتها تلقى فريك برشا ناس في الفريك. داكوغ. دونك انا نقول يشوف الفريب وبعد يمشيو يشوفوا الغله والخضره اش فما واش ما فماش. باهي اعطينا انت اش فما واش ما فماش في اسم الخضره والغله. نبداو بالبطاطا. نلقاوها 17 سنين. اي. تبارك الله بطاطا باهية. الفلفل المسكي. يعني نلقاوها 3800. الطمطومة 600 اليوم. اي غليت على البارح 30 ارخصاي. اي الفلفل الحار 3800. ايوه الفلفل الحلو 3800. اي غالية. باهي مش خايب. لا غالي غالي بالنسبة للي يقضي كل يوم. شوف ما فماش فرق بين الأسواق. اي والله صحيت شكشوكة وسط 20. اي وي الكرومب 14 جنيه. البروكلو 14 جنيه. كيف كيف باهي البروكلو. باهي البروكلو يتعمل تو مكفن محليه يجي بنين يهبل. وي ولا يتعمل مقلي زاد يجي بنين يهبل. هذاك هو مقلي يبدا مكفن. امشي امشي اللي بعته برك. نار الهرم. عندنا سبناخ 3000. اباي اي اليوم انا قاوة سبناخ 3000 قبيل عطاني السوق. السفناريا مغادي 14 كيلو. امك حورية جيبي مع ذيك البروكلو. لفت كيف كيف 14 اي البيتراف 3000. عندنا اللوبيا الخضراء 5000. اللوبيا الحمراء 3200. البصل مغادي الرابطة 12 جنيه. البصل شتوي. اي لهنا الرابطة المعدنوس والكلافز والسلق وكل 500 فرنك. اي النعناع كيف كيف 500 فرنك. الجلبينة 3200. بي البسبيس مغادي 4 15 جنيه. الفجل 700. بي سلايطة فجل تجيب منين؟ الليتو من هنا ب 700 كعبة. اي البارح 500. اي البيتنزين 15 جنيه. اي القارس الكيلو 2500. ود القمرة 2200. ما يتيحش ود القمرة. نعم
ما يتيحش سومو ديما كيكا من 3000 2200 2500 اي سومو ما بين 2000 و 3500 كيف كيف القراعه بوتوزينا 2200 نزيدو قدمو شويه ونقاو حويتي تاعكم قابلينا نمشيو نشوفو لاسوي باهي نلقاو ال الكروفيت اي ب 14 دينار 980 كبيره ولا صغيره عنا البوري 11800 ايوا السوبيا 15800 اي وعنا القاروس من هنا 16800 باهي متوسط زاد مش صغير ومش هذه بالنسبه لسويم الحوت باهي سويم الحوت ماهيش ماهيش دونيه ماهيش دونيه سويم الحوت اي مش دونيه اللي يجي الحي تحرير يتعدى للحويده داخل المارتي يمشي يشري كعبيت حوت باهي باهي ناسكم شوية ويعرفني الغلة عن الرومين تستوري 500 أيوة بارك الله هكا الكعبة هبيل كيما مكتوبة حلب لك مكتوبة رومين هبيل أي يا هاي رومين هبيل رومين هبيل احنا في قافية احنا مادام قال هبيل 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 لك هاو هبيل اللي يشريه عن الدقلة 5000 كيلو أي هاي كل الدقلة المفردة هذه الدقلة من هنا نوع آخر باربعة ليس أها نزيدو نهبطو شوية هاكا الفريب اللي قلت لك عليه قاعدين تراو معايا في سكايب أنا شوفو أنا شوفو أي من بعد كلمني بالله شنو نزيك على حاجات أول نصابة لهنا البر اللحظة واللي نصابة البر قاعدة تبيع أكثر من اللي نصابة الداخل أي اي تقام يستخفوا بيهم خير ملي يبدا يقعد داخل بتتر يدخلوا اكثر للدجاجه والحويته لهنا جينا نعملوا طلع الدجاج بينا قاول الكيلو الدجاج مرحبا بيك عايشك 6400 باهي ارفق اي الكلب 12990 عليه علاش دو داند هذه الكلب داند داند اي 13 دينار لهنا لفخاز 7800 لفخاز 7800 لفخاز الدجاج ولا شنو؟ لا لفخاز الدجاج 7800 شو قلت لي؟ اي الكبده اي الاسوان 12 دينار كبده 12 دينار وقال انا نبيع فيها بتسعه هي توا ما فهميش كالعاده تخطفت على الصباح الكبده ولا ما عندكش؟ كالعادة ريت ستينست بالمرشيت ستينست بالمرشيت صحيت 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 أنا ما فهميش الكبدة ما فهميش الكبدة لا فهميش أنا غالب الكبدة مشوم اللي ناويين يعملوا كامونية ما فهميش حوك الفم باهي سهسوها يعطيك الصحة تفهمنا بالنسبة اليوم في حي مرشي حي تحرير يعطيك الصحة أي واحد ينجم يجي يقضي معاه تفهم مقبولة الحق بالنسبة للحوت بارك الله عليك بارك الله عليك وليد تفهم قاعدة تحضر لعرسك ولا حاجة بارك الله عليك بديت تفهم في المرشي وبديت فما تطور في العلاقة ماشى العرس إن شاء الله حنعملوا خطبة بعد إن شاء الله ربي هنيك الله ربي هنيك ربي هنيك شنو نرتاحوا منك ربي هنيك يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يلا نقول لك بون ويكاند نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين يعطيك الصحة أمين ميرسي هك دللتها ها عرسلها قبل الوقت ليه فرحان أمين باش يرتاح من تليفونه ودنيته باش يموت وظلوا كيفاش في حد شمحالة يا سيدي نحن بعد ما شفنا أخبار المرشيات وأخبار الخضرة والغلة والكل توا باش نمشي وللتنويشة نشوف شنو نجمو نطيب واي صباح النور صباح الفل ناس الكل صباح الورد فينا الكل صباح الفل ناس الكل
صغيمة صغيمة بيان سور ملكيك انا نفدلكم احنا اي لله اليوم مش عندنا منال اليوم عندنا طاجين معدنوس نقولكم عندي علي قديش انا طاجين معدنوس انا هوني باش نعاود نحيرهم قلبي والله الزبني هذا طاجين معدنوس حاجه الزبنيه وسهل اون بلوس بالحق مش تشي يصير وقت اون بلوس معاها توا الدنيا برد شويه شوربه ولا حتى انا مغرومه بالشوربه تاع عدس ديما نعطيها لكم اكزامبل شوربه عدس ولا اي حاجه جيريه حتى تبدا هذا مقرونه بالريسيت نتاع شوربه العدس شوربه العدس ان شاء الله ومقرونه جيريه تبدا مدبشه هكا بشويه فول مصري شويه عدس شويه فايم جيري مع الطاجين هذا هو هذا هو بي بي دونك اللي يعرف الطاجين المعدنوس يعطينا لي زاستوس نتاعو باش يجي طاجين بنين برشا يحاولوا يعملوا معنا يبعثونا لي كومونتير على الباج اي اف ام سينو اللي ما يعرفوش توا خاطر نعرفوا برشا زيرية مغاربة يتبعوا فينا دونك باش نعطيوهم لي غوسيت نتاع توينز لبنان لبنان برشا دونك أول حاجة باش نبداو بها باش نحطوا في مقلة باش نحطوا شوية زيت الزيتونة مقدار مغرفتين ومن بعد ناخذوا صدر الدجاج كالعادة كالطرف العظم والكل هذاك نخليوها للجاري والآخر الهبرة باش نقصوها تريفات صغار وباش نحطوه نقليوها في وسطك الزيت هذاك نزيدوا معاها شوية ثوم مقدار مغرفة صغيرة ولا ثلاثة فصوص ثوم نهرسوهم ونحطوهم ومن بعد نفوحوا كالدجاج نتاعنا نفوحوا شويه مغرفه صغيره كركم معاها مغرفه صغيره تيبلو كرويه انا نحط تيبلو كرويه في يبنن نجموا نحطوا شويه هيل زيد الهيل يبنن برشا مع اي مع الدجاج يبنوا بالكدي نحطوا شويه فلفل اكحل شويه ملح ومعاهم والبصل والمعدنوس باش نخليهم في الاخر بالكل باش نذبلوهم كي تيب الواحد خاطر كان باش نحطوهم الاول باش البنه نتاعهم القوه نتاعهم الكل باش تتنحى دونك نطيبوا كالتروف الدجاج ما هذوكم على خاطرهم هما ديجا طريين يتيبوا في صافيسه دونك نزيدوهم نمرقوهم الطريف نكته بركه ما نكثروش برشا مش نقعدوش نستنيو في المرقه حتى كشي خاطر الصوص هذاك التختوخ اللي باش نعملوه حاجتنا به من بعد دونك كي نمسوا الطرف الدجاج سيي طاب وكل شيء نقصوا المعدنوس نتاعنا نحطوا معناتها طرف باهي نتاع معدنوس حتى قطه ما يسالش معناتها مش باهي هو نافع المعدنوس فوالا ومعاهم بصله صغيره نقصوها جويده مش ما تبديش حتى معناتها باش ياكلوا منهم الصغار وكل شيء انا واحده من الناس ولدي ما يحبش البصل كي يشوفوا اي خضره هما هكا يفهموها ماذا بهم ما ياكلوهاش دونك وليت نغش ونقصهم تريفات صغار باش ندخلهم في وسط الفاخس دونك نذبلهم شويه بعد ما نطفي النار نذبلهم شويه باش يقعد ديما القوم تاعهم حي سخطوا المعدنوس والبصل يبنوا بالكدا ومن بعد نخليهم يبردوا ما نحطوش بقيه خاطر باش نحطوا فيها عظم وباش نحطوا حاجه اخرى دونك نخليهم يبردوا الخليط هذاك نخليوه معناها مش برشا ما نذبلوهمش بطريقه انه مثلا يتبدل لون المعدنوس يولي كل غامق ياسر ها ونعطيك استوس شفت وقت اللي تحس البولي طاب وكل ماك مش طفي على النار وقت اللي تطفي على النار وقتها تحط البصل والمعدنوس فوالا بي دونك حضرنا الفخس نتاعنا بردت الفخس نتاعنا تويكا باش نعطيك لي زاستوس نتاع مميتي ربي يفضلها يا ربي خليه يعيشك دونك لاستوس نتاع مميتي هي تستعمل الجبن العربي المرحي نتاعنا مش هذاك نتاع توا لا صبه كريتبيع هذاك الجبن المرحي المالح هذاك هو اللي بن ماكلتنا هذاك بن الطاجين بالحق هذاك نحن نتاعنا احنا كيما البارميزون عند الطليان بالحق سي فغي دونك لازمكم تاخذوا الجبن هذاك ومعاهم ناخذوا تحط معاهم غرفه خميره نتاع جاتو الخميره نتاع الكاتو باش تخلي الطاجين ينفج هكايا ويجي ياسر فاوح وبنين بيه ومعاها شنو باش تحط مميتي ديما تحط تاخذ كعبه بطاطا وتقصها جويدات هكايا دي مخصوص صغار وتقليها جي بنين جي بنين بنين على الاخر انا نشوفوا تنجموا تفرجوا راهو على الغسيت وما في الـ في الـ في الفيديو فوالا نشوفوا التفاصيل الكل لي زيتاب الكل فوالا موجوده على الباج اي اف ام والا على الباج تنويشه زاده موجوده حاسين احنا هبطناها البارح العباد الكل شيخوا عليها سورتو انا قلت لك تبعوا فينا برشا من الجزائر والمغرب دونك اللي هذا يحب يجربها باهي نتعداو توا بعد ما حطينا الجبن مرحي الفخس نتاعنا شدينا كل واحد تفتفني هكا شويه فتفتني مش تفتفني علاش تفتفوا فيه والله ما نعرفتش فيها هي طرف الدرب نحطوا المعدنوس والجبن بيان سور فوالا الجبن ومعها شويه الواحد البطاطا اللي قليناها المغرفه صغيره نتاع الخميره نتاع الجاتو ومعاهم باش نحطوا 8 كعبات عظم
دونك 8 كعبات عظام تبارك الله نتاع عيله ينجموا 5 بيرسون 6 بيرسون سورتو بكري نسمع فيكم تحكيوا على المراه اللي طيب في الويكاند دونك هذيا هاكا عندها تنجم معناتها تحطوا منه فطور منه العشاء نتاع الليل والا العكس العشاء من غدوه ساندويتش في الواحد هكا هو حتى الوليدات الصغار معناها نجموا نحطوهم كيما قلت انت ساندويتش بان دومي يبدا ونحطوا في وسطو المخصو هذاك نتاع الطاجين وينجموا يهزوه معاهم نجموا حتى نعملوه سو فورم دو موفين نتاع الكوب كيك نحطهم انديفيديوال وتنجم بعد تحطوا له في الكوتي نتاعو بنين برشا دونك ما حضرنا هذاك دونك توا خليكم انتم شنو تحبوا شنو البلاتو اللي عندكم دو بريفيرونس بلاتو يبدا عالي شويه باش تجي خاطر حاطين الخميره باش تعلى الواحد اكزاكتومون دونك ناخذوا البلاتو ما نحطوش في البلاتو نتاع الطاخت خاطر الطاخت ماهوش ياسر عالي نحطوا في حاجه عاليه معناها نتاع في الفوش خاصك ترجعك الفورما ولا مازالوا يبيعوا فيها موجوده وبيبرش ياسر بنا فيها الفورمه هذيك هذا اسمه طاجين بوناري هي ما هي هذيك نحن نطيبوا فيه مثلا في دارنا طاجين معدنوس نطيبوه في الفورمه هذيك ياسر بني اللي ما عندوش فور وكل نجم يحط حتى اللي عنده فور والله طيب فيها هذيك تجي حاجه بنينه على الاخر والكيك والكل انا الاستعمال التقليدي لتوا في حاجات خاطر بنان يذكروني في صغري زاد اي سي فري سي فري انا بدي فما برشا حاجات نفس الحكايه بي دونك بعد ما حطيناهم الخليط الكل لاسوس نتاعي ديما نحط الزيت نحط بالقدا الزيت نحطه بالقدا الزيت معناها مقدار 4 مغارف ولا 5 مغارف زيت دو مايس هذيك الويل دو مايس اسمه القطانيه القطانيه والا الزيت زيتونه اللي عنده اما دو بريفيرونس ديما زيت القطانيه على خاطر زيت زيتونه مش حتى اخف ينجم كي تدخله للفور ينجم يتحرق فهمت صحيح دونك دو بريفيرونس القطانيه زيت القطانيه والا عباد الشمس هذاك اللي يبيعوه به نحطوا ونعملوا البلاتو نتاعنا الكل باش ما يشدش معناها الطاجين ومن بعد نحطوا الخليط هذاك الكل نتاع الطاجين ونخليوه في الفور بوندون 30 مينوت هكاك بعد ندخلوا السكينه نتاعنا وما نحلوش عليها معناتها نحلوا عليه كان بعد 30 دقيقه باش نتفقدوا 180 درجه دونك من بعد باش نتفقدوا نحطوا بروشيت ولا كوردون ولا اللي عندنا حتى سكينه كان خرجت نظيفه وشيحه معناتها راهو الطاجين طاب اما لاستيس الاخرى ما لازمناش نخرجوا لازمنا نخرجوه طول من الفور ما نخليوش يزيد يتيب سينو يشيح خاطر مازال تبدا فما شالور في الفور وكل شيء دوكو يزيد يشيح دو بريفيرونس نخرجوه باش يبرد ويجي عندنا هكا طاجين معدنوس بنين نودكم لنجهيكم وان شاء الله عجبتكم الروسيت واعطيونا لي زاستيس نتاعكم انتم زاد كان تتفرجوا في تسمعوا فينا ولا تتفرجوا فينا على اي اف ام تي في يعطيك الصحه منال ميرسي بوكو ان شاء الله نتقابلوا وقتاش احنا نهار الاربعاء الجاي ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي تنويشه جديده ان شاء الله نقول لك بون ويكاند وان شاء الله نتقابلوا ميركودي نحن مازلنا مواصلين معاكم في البرنامج نتاع يعني المدام وجهة حتى النص النهار باش نسمعوا برشا اخبار فما تهديدات وتحريض ضد الاعلامي محمد بوغلاب باش نشوفوا شنو سبب كيف علاش تخليت قناه التاسع على برنامج دريم ستوري كل هذا باش نشوفوه مع ميديا ماج مع جيجيات توا فاصل صغير وراجعين برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي
الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيب، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيب، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيب، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي.
العشرة متاع الليل شارك معنا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707. واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيب، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 5. نص نهار المدام وجيها مع وجيها الجندوبي. هاي سيدي أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. العشرة 48 دقيقة، يلا 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 جيتنا جيجيت بالأخبار ميديا ماك بسرعة. ميديا ماك، شوفوا محلها تدخل محضرة خدمتها وامورها واضحة، دنيتها مكتوبة، ما فماش اللعب، ما فماش مشكل كوتش صحيح. عروستنا عايشة، ميرسي مينا تغريدة تجير حتى السجارة في العرس. نبدأ من في ميديا ماك، فما برشا أخبار. خلينا نبدأ لكم من اللي تعدى في البرامج التونسية البارح. كنتوا تعرفوا أنه الجمعة اللي فاتت خولة سليماني كانت حاضرة مع لطفي العبدلي في عبدلي شوتاين، حكيت على مسلسل قلب ذيب، حكيت على بيزاتي، قالت ما كانتش حاضرة معنا، ما برمجناهاش، ما كانتش موجودة، ماخذة في الخاطر، أعطيني هالغول هذيك. البارح في جودي تو بيزاتي تجاوب خولة سليماني، نقول إن شاء الله كل واحد اللي في قلبه يظهر على وجهه. شنو اللي عملت معاك خولة؟ شوف أنا نقول لها خولة، علاش يا خولة أنا شنو اللي عملت معاك خايب؟ من النهار اللي جيت انفيتي في البلاتو هذيا، جيتني يا خولة في البلاتو هذيا وقلت لي باي عاوني، نحب نرجع معاكم، راني كنجي للبلاتو هذيا راني قلبي وجعني ونحب نرجع معاكم، وبكيت يا خولة. وأنا كلمت شكون معانا في الإنتاج، مش لازم نذكر اسمه، اللي هو مسؤول على الانتاج في الحصه، في حصه اللي بعده، وطلبت منه قلت له عاونها خليها تجي معانا، وقال لي بالحرف الواحد، قال لي متاكده يا بيا تحب خاوله سليماني معانا في البلاتو؟ قلت له اكثر من اللي متاكده، ماذا بيا تكون معانا، خليها قلبي وجعني عليها. كلموها وعيطوا لها في البلاتو هذا معانا، وحتى كلمه شكرا ما سمعتش منها. اي دوبوي ال ما ديكلاري لا غير، هي حرب كبيرة راه صايرة من بنيتهم الاثنين، حتى ملي كانوا في قناة الحوار التونسي ديما تصريحات من خولة البيازاردي، كيف كيف بيا من بعد تقعد تجاوب وتركز لها ديما على كلمة تنقلها، راني نحسبك كيما أمي ونحبك كيما أمي. وداير هذا جاوبت عليه البارح بيا وقالت ما يسالش يحسبوني كيما أمهم، أما على الأقل كان باش يتصرفوا معايا هكا، المهم أنهم يقدروني حتى في كلامهم وتصريحاتهم. هو شنو اللي قالت خولة على بيازاردي؟ قالت نحسبها كيف أمي، المشكلة كل خطر قالت نحسبها كيف أمي. جمعة اللي فات خولة سليماني في عبدالي شو تايم قال
راهو بيا الزردي في مقام امي وصارت عليه بوليميك. هو قدر والله يقدر وبيا ما نصورهاش تتغشش من الحاجه هذه ماني ما نصورهاش تتغشش منها تقول نحسبك كيما امي خاطر هي ما تغشتش من هذيك وجهها تغشت منه شويه ما غير ما تشلق هذه تغشت سورتو وقت اللي قالت خوله سليماني راهو في قلب ذيب ما كناش باش نعطيوها دور ما كانش عندها غول معانا ما ماخذه في الخاطر فيها هي لانها تنتمي لنفس المجموعه مع بسام نفس الاصحاب الكليك دونك هذيك علاش عطيناها الغول الصغير هذيك اللي لعبته وما كانتش في البرنامج هي ساره لي غول اللي تعطاو بمخت الخاطر معناها اكيد كمان نعرفش انا انت بنت دومين تعرف وانا نبهت كيف انا نقول يزيونا بجاه ربي يزيونا من خوله سليماني وبيا الزرد بيا الزرد نشوفوا فيها جمعه على جمعه بارتو هاو في الراديو هاو انفيتي في ايميسيون هاو في جدي تو هذيك خدمتها مع يزي وكها ويزي يا جدو شوي الوجوه معناها نجدو كيما اللي صار في ام تونيزيا برنامج الكل في الكل مع فيصل الحديري تنضم وجه جديد للبرنامج اللي هو نجله تونسيه والبارح بداوا يظهر لي بالتصريحات نتاعهم اللي باش يخليهم يقعدوا يدوروا جمعه كامله قدور اللي هو زاد كرونيكور في البرنامج هاو كيفاش يعلق على اللي تقدموا نجله تونسيه انا ما انت تتقبلين الراي والراي الاخر تفضل اخويا خليني نقول اللي راهو الفن ارقى من شيء اللي تعمل فيه نجله خليني بصراحه يعني. تعرف علاش خاطر انا نرى نجله فنانه استعراضيه يعني الفلوس اما كفن كلمات فنان استعراضي فلوس فن استعراضي فلوس ارقى من الشيء اللي تغني فيه سامحني شنو جبت جديد شنو تاع فلوس بالكش انت بالكش انت تغني باش تاخذ بطاطا ما تاخذ الفلوس ما انا كملت اي وصل ما فهمتنيش قلت لك انت فنانه استعراضيه محليك تعرف تشتغل اي عندك حضور مزيان لكن نحكيه على مستوى الكلمه واللحن نجله راهو الفن ارقى من شيء اللي تعمل فيه اش معناها بلا كيما العادة نفس الاستفزاز يظهر لي اللي يتواجه ولا نفس الملاحظات اللي ليه يظهر لي سيستم استراتيجي في وسط مكتوب كل شيء مكتوب هكا ولا ايه نورمال ما هو واضح تي مكتوب تي مانا عادي كنت في خشا في خشاشرهم هنا تي كل شيء مكتوب تي عليها نفضح وكل شيء راهو مكتوب اللي اللي يتقال كل مكتوب راهو هما باش تدور الفيديو راهو معناتها قارينها قرايه ذيك باش تدور الفيديو يقولوا يفون لا بوليميك معناتها كيما مريم بن ميمي حكيت على الانستغرام وتغزر للفيشه نتاعها باش تقرا كل شيء مكتوب هذيك هي التلفزه توا معناتها من غير ما وراهو الفن الاستعراضي فن صحيح انا الجمله الاولانيه هي اللي باتتني فن استعراضي يعني فلوس فن يا اخي فن كي فن الاستعراضي مع فن شنو ما نعرفش عطيونا دي زيكزامبل برا تعرف معناتها فما برشا معناتها شنو هي المشكل؟ انا موافق انا بيت في تعرف وخرب الكرسي قدم بالكرسي وخايف على يتيح والله ليه والله تتفاد ليك خاطر فما برشا كونتوني في التلفزه مظلوم معناتها مظلوم بالحكيت الفارغه هذوما الحق نتاع ربي معناتها خاطر فيديو كيما هكايا تدور ويتفرجوا فيها ملايين توانسه وعباد تخدم في خدمه معناتها لي مينو هذاك اللي حكيت عليه الجمعه اللي اول الجمعه طفل خدم خدمه قويه يفسر معناتها لو بوز معناتها يعطيك شنية معناتها الحكي عامل طرف فيويت معناتها يوريك قديش التونسي ولا اون دوكترين معناتها في الحكيت الفارغه بيا الزردي وخاول سليماني والفن الاستعراضي مش فن بعد جي جي توترت سي ما عادش توترتي ما عادش نحكيو معاه بالكل خليه ديما كيفاش يخرج منه هذا الكل راهو شفتوا بي نعطيك حاجه راقيه نبعدوا من تونس نمشيو للام تي في اللبنانيه اللي تقدر الفنانين نتاعها حتى لو كان عندهم ولا صاروا عليهم برشا انتقادات برشا مشاكل على اصواتهم على الاعمال نتاعهم مؤخرا دونك نسمعوا ام تي في الحلقه الخاصه اللي حضرتها على مسيره اليسا بعد 20 سنه الى كل
تونسي في التاسعة ما نعرفش وين تحب تعدي في الوطنية يعني عندنا شكون حتى اللي مشى وتوفى ما عملوا له شيء نعم ما عملوا له شيء ولا بالحق ما فماش تكريم نحن يقتلوا فيهم الفنانين نتاعنا الجمعة اللي فاتت قتلوا كمال تويت صحيح ما كل جمعة داريت الحكايات الفارغة دونك نقعدوا في الحكاية احنا على قد المحبة سامحني جيجي حتى اليوم ياسر قاعدة هكا نفك لك ولا كيفاه على قد احنا كيفاش تعرف ممثل والا فنان ناجح يقتلوا تعرف اللي فريمون نجاح وصل للتوب وما كهو وخرجوا عليه اشاعات الموت والله سي با بوسيبل يلا نكمل يلا نكملوا مع محمد بوغاليب اللي البارح كتب تدوينه قال خوه يعلم يقول له راني شفت فيديوهات قاعده تحرض على قتلك يقول راهو بعد بشويه ولا اصحابي الكل قاعدين يبعثوا لي على فيسبوك يقولوا لي رد بالك على روحك كل كلمه تقولها اقرا لها حسابها خايفين على حياته وهوني قال راهو مش اول مره توصل لي التهديدات هذيا مش اول مره حد يحرض ضدي ولا حد يهددني بالقتل هكا قالها بكل صراحه وقال في الخمسين من عمري لا مجال للتراجع اخترت ان اكون حرا وهل الشيء هذية اللي ما نحبش نذكرها تهديدات هذية قال ما تعني لي حتى حاجة وانا باش نواصل كيما بديت ومن خاف كان من المولى سبحانه اللي منحني عقل باش نستخدمه في فهم العالم هذية كيفاش يتصرف وكيفاش يخمم كان خبر مش باهي لنحن عن طنك توينسا للاسف مره اخرى ليماج نتاع مش هذي الاكستريم هذي جاي من بعد شويه دونك نحكيو على نحكيو على محمد بوغاليب محمد يمكن يتشنج وقت اللي يبدا يحكي على مواضيع معينه وهو ذيك تبيعته محمد بوغاليب ذيك تبيعته كي يتكلم بتشنج كيف ينقد بتشنج مش انه يقصد ناس معينين ولا فئه معينه من العباد يحب العاني هكيك يحكي عليهم بالطريقه ذيك باش يتكرهوا ليه هو ديما يوصل الموقف نتاعو هكيك بتشنج نعرفه من اللي كان في الاذاعه معناها قبل اذاعه الشباب يضلي ومحمد بنفس اي بنفس ومش اول مره وجهها توصل تهديدات كيما هكا الاعلاميين ولا صحفيين حتى لطفي زيدة كيف اللي تعديت ليستة كبيرة متاع عالمين وصحفيين وصلتهم باش تهديدات بالقصف الجسدية دونك إن شاء الله ما ترجعش لفيه هذي مرة أخرى سينو نكملوا مع الخبر هذي قناة التسعة اللي تلغي برنامج دريم ستوري اللي كنا اسمعنا بيه مؤخرا حكينا عليه برشا حتى البوندانونس هبطت على الصفحة الرسمية لقناة التسعة واللي كان يلغيو البرنامج يقولوا لأنه شركة الإنتاج ما احترمتش العقد مع القناة دونك تم إلغاء البرنامج هذي ماهوش باش يتبث على قناة التسعة. نمشي ماذا في بلاصة أخرى؟ سيغمون. بالك شي ديجيتال أخرى. ولا ديجيتال. اكزاكتومون ديجيتال راه ولات بلاتفورم كبيرة برشا يوتيوب. كبيرة فوالا سينو نكملوا مع برنامج جودي تو اللي كل مرة يعمل تحقيق كما استانسنا به البرنامج هذا يظهر يمين قال جاوبنا البارح قال نحن صحيح برنامج ترفيهي ما رانا نحبوا نحكيوا على الاكتواليتي الكل مهما كانت في أي خانة نجموا نصنفوها البارح حكيوا على العملية الإرهابية اللي صارت في نيس أنا اللي وقفني شوية ولا اللي شد انتباهي شوية وأنه قاعدين نقولوا الإرهابي التونسي الإرهابي مش المتهم وإلا مشتبه فيه اللي هو ينجم يكون قام بالعمليه الارهابيه هذه لانه مزيد عاد هو شدوه مازال سكينته بالدم تقتل جوستومون متهم ولكن فما برشا اخبار اخرى قاعده تخرج مازال ماهوش مؤكد انه هو قام بالعمليه مازال القضاء الفرنسي ما عطاش كلمته وداير حتى التسجيلات نتاع الكنيسه مازالوا ما خرجوهمش وهذا يرجع لسريه التحقيق في فرنسا دونك ما عطاو حتى معلومه هذيك علاش ماذا بينا نثبتوا ونركزوا مع كل كلمه نقولوها هو مازال متهم او مشتبه به مش لازم نقولوا الارهابي ما يخرجوا دي فيديو زيد خاطر يخرج لك زيد على الفيسبوك وكل على اليوتيوب خرجوا لك دي فيديو اللي هو خارج من الكنيسه وفي يده سكينه وكل ما تنجم تقول كان اما نرجعوا نقولوا المتهم بريء حتى تثبت ادانته يلا اعطينا دونك مازلنا مانيش متاكدين هو اللي قام بالعمليه ولا نحن اون طونك توينسا للاسف مره اخرى ليماج نتاع التونسي تتمثل برا حصريا الفريق جودي تو زميلنا طيب تحول الى عين المكان مشى لمنزل الارهابي اللي قام بالعمليه في نيس وقام بالتقرير التالي نشوفوه حصرين الجديد بعد بساعات من العمليه الارهابيه خرجت اخبار انه المشتبه به في العمليه هذه هو شاب تونسي يدعى ابراهيم العيساوي من مواليد عام 1999 اصيل ولايه القيروان لكن عاش في صفاقس اليوم توجهنا لدار ابراهيم العيساوي وين عاش لاكثر من 20 سنه جدا يصلي له روحه ويعطيك حق ربي كما الناس لا تريه سلفي لا تريه مش نقول ربي معنا يخلط في سلفين لا تريه يقول له فلان الديني لا تريه فلان يقول له البسيه لا في الطريق فلان يقول له
عادي كيما العاديين جدا. تواجهوا العائلة وكانوا عملوا حوار مع أمه ومع أخوه مسكنات بربي ولا مسكنات شنو يحسوا مساكن بالحق ولدهم العالم كامل العينين عليه ولدهم العالم كامل يحكي عليه بالخايب مسيكنا الأم شنو قلبها راه مش دم برك بالله العظيم مش يوجع القلب فوالا إن شاء الله إن شاء الله القضاء الفرنسي يعطي الكلمة النهائية باش نجموا نعرفوا كيفاش نصنفوه باش ما تتواجهش الاتهامات هكيكا للعائلة احنا قلنا مشتبه به كما قالوا الجهات اللي حكيت على الموضوع هذا كان تحقيق من برنامج حقائق الأربعاء البارح يعطيك الصحة جيجيت ميرسي بوكو جديتو لا ما زالت مهووسة بها كل مرة يجيبونا خاطر خبر نقعدوا نحكيو بها حتى شنو يرجعوا هما يخلطوا علينا مالا مصدومة أنا مصدومة منهم هذوك عاش النجم والله العظيم ما عادش نجم ميرسي جيجيت يعطيك ألف صحة من بعد باش نكملوا معاكم نحن حتى نص النهار باش نشوفوا شهادة صادمة لفتاة تحكي على خمسة شبان يتحرشوا ببنية في المترو عدد 2 أمام أعين الجميع تفاصيل الحكاية هذه باش نشوفوها بعد الأخبار. ميديا ماغا